مرة أخرى أحييكم مشاهدينا الأعزاء من أمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والآن أنقل الميكروفون إلى زميل آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المسلمون، يحييكم أخوكم طلعت عبد المحسن موسى من تلفزيون دولة قطر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الإخوة في قطر الحبيبة، أيها الإخوة في دول مجلس التعاون الخليجي، أيها الإخوة في كل مكان، نحييكم بالتحية المباركة، نحييكم من صعيد عرفات الطاهر، ومن هنا من مسجد نمرة ننقل لكم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا. أيها الإخوة في قطر العزيزة وفي شتى بقاع الأرض، ننقل لكم هذه الصورة المعبرة وهذه النفحات الطاهرة مع نسمات الهواء العابرة في هذا اليوم الأغر، ومن هذا التجمع الإسلامي ومن جبل الرحمة حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقف المسلمون اليوم موقف رجل واحد، لا فرق بين غنيهم وفقيرهم، ولا فرق بين أميرهم وغفيرهم، الكل يرفع يديه إلى السماء رغبة وأمنية أن يغفر الله الذنوب ويقبل هذا الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا. اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الفسوق والعصيان. أيها الإخوة المسلمون في قطر الغالية وفي مشارق الأرض ومغاربها، هنا يقف الحجيج على اختلاف ألسنتهم وألوانهم، وقد وحد بينهم صعيد عرفات، يسألون الله قضاء الحاجات ويسكبون الدموع بالعبرات والزفرات. أيها الإخوة والأخوات، ليتكم معنا أيها الإخوة، إن اللسان يعجز عن الوصف. لقد توافد ضيوف الرحمن إلى هنا منذ الصباح الباكر مقرين بذنوبهم، يسألون الله مسألة المسكين، مبتهلين إلى الله ابتهال المذنبين. هنا هنا تتجلى صورة رائعة للطاعة والإذعان لله وحده، وتقوى النفس وضبط القدرة على الصبر وتحمل الجوع والعطش والإمساك عن سائر الشهوات. هنا تخضع الجوارح ويستسلم القلب، وتسمو النفوس التي جاءت من كل حدب وصوب رغبة في مغفرة الخالق والحوز على رضاه والجنة. والآن أيها الأحبة، ينتقل الميكروفون مع زميل آخر، وهو الزميل أحمد الرماوي من فلسطين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المجاهدين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.